السلام عليكم يا ثاني. وعليكم السلام. أحسنتم يا ثاني. اليوم عندنا في درسنا بمادة الحاسوب وحدات الإدخال والإخراج، بدنا نعرف شو يعني وحدات إدخال، شو يعني وحدات إخراج. طب شو الأجزاء اللي من الكمبيوتر فيها وحدات إدخال؟ نعتبرها وحدة إدخال، وشو اللي بنعتبرها وحدة إخراج. الآن في عندنا أول صورة، مين بده يحكي لي أول صورة شو هي اللي عندنا أول صورة؟ أمي عاد. لوحة مفاتيح. أحسنتي. لوحة المفاتيح عندنا إياها هنا في الصورة، نعتبرها لوحة المفاتيح من وحدات الإدخال. طب ليش من وحدات الإدخال؟ لأنه إحنا لما نكبس على لوحة المفاتيح إحنا قاعدين مندخل معلومات على الجهاز، صح؟ كرم شيل القلم من ثمك. إحنا قاعدين مندخل معلومات على الجهاز. طيب عندنا الفأرة نفس الإشي. صورة ثانية إيش هي؟ شو هاي؟ الماوس. الفأرة. أحسنتي أحسنتي يا غنى. اجلس. عندنا الفأرة. الفأرة نفس الإشي، لما ندخل لما نحرك الفأرة وين بنشوف السهم؟ مش بنشوفه على الشاشة؟ إذا هاي من وحدات الإدخال. أول وحدات إدخال أخذناها لوحة المفاتيح، الثانية الفأرة الماوس، صح؟ الفأرة. طيب ثالث وحدة من وحدات الإدخال عندنا هاي. هاي اسمها عصا التحكم. عصا التحكم شو اسمها؟ عصا التحكم. اللي عنده بلايستيشن بيكون في عنده عصا تحكم، بيتحكم مثلا قاعدين نلعب احنا لعبة السيارة، بيروح يمين وشمال في العصا، امام وخلف كمان بالعصا، ماشي؟ واخر اشي عندنا الماسح الضوئي. الماسح الضوئي هذا احنا بنحط فيه، عندي ورقة انا بدي اطبعها، بحطها انا في الماسح الضوئي يا مس، تطلع عندي شكل الورقة على الشاشة. اذا احنا دخلنا معلومات على الشاشة ولا لا؟ يعني عصا التحكم من وحدة إدخال، لوحة المفاتيح إدخال، الفأرة إدخال، الماسح الضوئي إدخال. الآن بدنا نتعرف طيب شو وحدات الإخراج؟ الإشي اللي أنا بطلعه من الكمبيوتر، ما بدخله عليه، بطلعه من الكمبيوتر. أول وحدة من وحدات الإخراج كرم كمبيوتر. ايش هي هاي؟ ايش هي جزء من اجزاء الكمبيوتر؟ شو هي يا كرم؟ الشاشة. احسنت. اجلس مكانك. الشاشة هي وحدة من وحدات الاخراج. الان انا حطيت بيانات، وين بشوفها؟ وين بشوفها؟ مش بشوفها انا على الشاشة؟ يعني هي بتخرج لي معلومات او بيانات، بتطلع لنا اياهم عشان نشوفهم. ثاني وحدة اللي هي انا بسحب منها الورق، انا بطبع على الكمبيوتر وبتطلع لي ورق. يا غنى طابعة. احسنتي غنى. الطابعة وحدة من وحدات الادخال ولا الاخراج؟ اخراج، لانها بتطلع لي الورق. والشاشة نفس الاشي بتطلع لي المعلومات. طيب والسماعات؟ يعني بنسمع البنغوات. انا بحط مثلا اليوم حطينا احنا على السماعات سورة القدر، احنا حطيناها على السماعات ولا حطيناها على التليفون وطلعت من السماعات؟ حطيناها على التليفون وطلعت من السماعات. مع بعض احنا بنحكي يا شطار؟ مع بعض بنحكي؟ لا، لانكم مؤدبين انتو. اليوم لما استعملنا السماعات حطينا سورة القدر وين؟ على التليفون. طلعتنا اياها مين؟ السماعات. ونفس الاشي عندنا في جهاز الكمبيوتر، احنا بندخل الاشي اللي بدنا نسمعه على الجهاز على الشاشة باستخدام الشاشة، بنحط باستخدام الفأرة بنختار الاشي اللي انا بدي اسمعه يا محمد، ومين بيطلع لي اياه؟ مين بيسمعني اياه؟ السماعات. اذا السماعات وحدة من وحدات الاخراج. مع بعض وحدات الإدخال. لوحة المفاتيح. لوحة المفاتيح.
المسيح الضوئي. المسيح الضوئي. وحدات الإخراج: الشاشة. الشاشة. الطابعة. الطابعة. والسماعات. والسماعات. أحسنتم يا ثاني أيهم، جلسة صحيحة يا مس. أحسنتم. إلى اللقاء يا ثاني. إلى اللقاء. شطورين.